السلام عليكم البنات، اليوم جبتكم واحد الواقي شمسي جربته من بعد ما كنت نجرب بزاف ديال الواقيات الشمس، وهذا احسن واقي شمسي جربته الصراحه. بالنسبه لي انا البشره ديالي مختلطه، جاني وافقني مزيان وكيناسب بزاف جميع انواع البشره. بالنسبه لهذا فيه حتى البشره الحساسه ممكن ديرو، فيه خط خضر، فيه عوامل الحمايه الاي في او الاي في بي، وهادو اللي ما كاينينش في جميع انواع الواقية الشمس. كاين في كتلقى اما الاي في او الاي في بي بليس، اكثر من هذا انكم كتلقاو فيه عامل الحماية 50 بليس، يعني اكثر من 50. وكيف ما كتعرفوا، يعني مثلا شي واقي شمسي ولقيتي فيه 100 راه ما يمكنش، ضروري كتلقاي قل، يعني ما يمكنش تلقاي شي واقي شمسي فيه عامل الحماية بزاف. المهم هذا احسن واقي شمسي انا جربت، كنت قبل خديت داك دايلونك ما عجبنيش صراحة، واخا كنديرو كل ساعتين ما كيحميش ليا البشرة، هذا كيبقى بيه 3 ساعات كاع. كنسى مثلا نديرش ليكخون كتحمي ليا البشرة ديالي. من راكم عارفين ان علامة لاغوش بوزي ماركة زوينة كتصفي البشرة، يعني فيها مرطب، فيها مزيل البقع السوداء، وهذا ايكون ديالها. المهم كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم. وانا ما يمكنش نعطيكم شي حاجة ما جربتهاش، انا هذا جربته وعجبني وقلت نفيدكم بيه باش ما تبقاوش تايهين في هذه الفترة ديال الصيف. وشكرا البنات على المشاركة، على المتابعة ديالكم والمشاركة ديالكم ليا. المهم شكرا البنات، بسلامة وبيزو.